جاهدة تحاول هذه السيدة المقدسية حفظ حرمة جثمان ابنها في قبره، ترفض الابتعاد عن القبر خوفا من جرفه كعشرات غيره انتهكت حرمتها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في المقبرة اليوسفية شرقي القدس المحتلة. يعني أنا مقررة إني أنا يا بموت بندفن مع ابني هون، ولا مرة أنا قلت لهم من امبارح على جثتي، وفعلا على جثتي، ابني مش راح ينشرف، مش راح يتنشرف من قبر ابني، على جثتي أنا راح أموت معاه. لم يكفي الاحتلال الإسرائيلي تنغيص حياة الفلسطينيين وتضييق الخناق عليهم، تمادى بانتهاكاته لتطول حرمة أموات المسلمين في هذه المقبرة التاريخية التي بدأ بأعمال التجريف فيها منذ 2014 بذريعة أنها قبور غير مرخصة. احنا بالناس بس حكي، تيجي شوف شو اللي بصير فينا هان. احنا يا عمي اسمع يا عمي، اخوتنا اهالينا تحت الارض، 200 كرامه للمية، شغله مشان الله مشان الله. يحاول الفلسطينيون حماية قبور ذويهم في وجه هذا المشروع الاستيطاني الجديد الذي تسعى من خلاله سلطات الاحتلال إلى إنشاء حديقة وممر للمستوطنين فوق رفات المسلمين في المقبرة، نظراً لمجاورتها سور القدس وقربها من باب الأصباط أحد أبواب المسجد الأقصى. يعني الخطوات طبعاً لا تجوز، كونه اعتداء على مقبرة وحرمة أمواتنا وعظامنا ونبشها من بلدية الاحتلال وسلطة الطبيعة وسلطة الآثار. احتجاجات الفلسطينيين هنا تستمر لليوم الثاني على التوالي، مؤكدين أنهم لن يبرحوا مكانهم لحماية هذه المقبرة التاريخية التي يزيد عمرها على 100 عام. نائل عبد اللطيف، تي آر تي عربي.